بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هن المؤنسات الغاليات، هن الراحة في واحة القلوب. هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الابنة، هي الكون كله. بيطلع عليها كلام كتير إن محدش قادر يفهمها، وإن الكتالوج بتاعها كتالوج كبير جدا جدا، وإن هي محتاجة معجم علشان تشرح اللي هي عايزه تقوله. الحلقه بتاعت النهارده بعنوان الستات عايزه ايه؟ هنحاول ان احنا نشيل اللبس ده ونحاول نفهم الطرف الثاني الستات عايزه ايه بطريقه مبسطه جدا. يسعدني النهارده ويشرفني في الاستوديو هنا ضيوفي دكتوره ريم واستاذه مريم. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا، اخباركم ايه؟ الحمد لله. الاول بس انا هقول حاجه سريعه كده، طبعا انا بقول الف مبروك لجمهور الاهلي على الفوز اللي فاز بيه الاسبوع اللي فات، فده حدث سعيد واسعد مصر كلها. اخباركم ايه؟ خلينا نبدا بقى النهارده عشان نشيل اللبس اللي حاصل، ان احنا عباره عن طلاسم، عباره عن حاجه مجهوله، عباره عن حاجه مش مفهومه اصلا، احنا مش فاهمينها. والعباره الشهيره ورقه وقلم يا ست الكل، ونقعد نشرح الست عايزه ايه. خليني ابدا بيك يا مريم. هل صوره بتاعت زوج المستقبل اختلفت عن الصورة بتاعت زمان؟ يعني هل احتياجاتك او المواصفات اللي انت بتحتاجيها في زوج المستقبل، هل هي بتاعت زمان، ولا مع الوقت ومع الظروف اللي احنا بنمر بيها اتغيرت؟ لا طبعا اكيد اتغيرت. زمان احنا كنا كل الصوره اللي احنا بنشوفها في الافلام في المسلسلات الرومانسيه والخروج والفسح والانبساط، ده بس اللي احنا كنا بنشوفه، او ده اللي كنا بنحس ان احنا محتاجينه، ديبند على الحاجه اللي احنا بنتفرج عليها. لكن دلوقتي مع مرور الوقت ومع الحياه، وان الواحد بيشوف الناس اللي حواليه، الموضوع بيختلف. طبعا ان الست بتبقى عايزه حاجات تانية، بدل ما هي عايزه فسح ودلع واهتمام، لا عايزه حد يشاركها في الاهتمامات بتاعتها، الحاجات اللي هي عايزه تعملها، يكون بارت ليها. فلا طبعا الموضوع اختلف كتير جدا عن زمان. طب قولي لي يا مريم، هل صوره الاب كل بنت فينا في قبل جوازها بتبقى شايفه صوره للاب، الصوره المثاليه اللي هي انا عايزه زوجي يبقى نسخه طبق الاصل من والدي، وخصوصا لما يبقى الاب النموذج الامثل في تعامله مع الزوجه والحياه الاسريه، هل ده دلوقتي بقى موجود الكلام ده؟ هو موجود طبعا، لان البنت اول حد بتبدا تتعامل معاه واول راجل في حياتها بيكون ابوها، فطبعا هو بيكون الصوره المثاليه او المثال اللي هي بتبقى اول حاجه بتشوفها، فبيبقى اول انطباع بتكونه بيكون من الاب. مش بالضروره تكون يعني محتاجه كل حاجه، يعني سبيشالي ان في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي تربيه الابهاتنا والاجيال اختلفت في الوضع طبعا. طبعا فبتبقى الحاجات الاساسيه والقيم الاساسيه، الامان، الاهتمام اللي الاب بيديه، الاساسيات طبعا، والحاجات اللي هو بيزرعها في بنته دي بتبقى هي كمان محتاجاها في زوجها اللي المستقبلي. اللي هي لا يمكن اتخلى عنها طبعا، يعني. مستحيل الاساسيات. لكن طبعا كل الصفات او الصوره كامله بتبقى ديبند على الاب وعلى طريقته وعلى الحاجات دي كلها، بس طبعا هي اول صوره البنت بتكونها عن زوجها المستقبلي بتكون راجعه صوره الاب والحاجات اللي هو زرعها فيها وعلمها لها. ريم، لما عملنا استفتاء على الفيسبوك وقلنا يا جماعه الستات عايزه ايه، كل اجمع على الاهتمام والتقدير والمشاركه. انا ما شفتش حد فعلا، والله ما شفتش حد طلب قال انا عايز فيلا ولا عايز قصر ولا عايز عربيه كذا، كل الستات اجمعوا على الموضوع ده. الاهتمام بالنسبه لك يعني ايه يا ريم؟ بصي يا اميمه، اهم حاجه هو الاهتمام، هو اللي بيجيب الحب، وهو اللي بيجيب المشاركه، وهو اللي بيجيب النجاح، وهو اللي بيجيب ان الواحد يقدر يتحمل ويشارك. اصل انا مهتم، يعني انا بحب، انا مهتم فانا بدعم، انا مهتم فانا بسمع كويس او مستمع جيد ليكي. الاهتمام دايما حتى بيقولك في اي علاقه لسه في اولها حتى من قبل الجواز، هو انا ليه حبيته او هو ليه حبني، لانه هو اهتم، لانه هو سال، لانه هو ابريشيت ليا في حاجات كتيره جدا، لانه هو بوش ليا في حاجات كتيره جدا. اهتمام بالنسبه لي هو مفتاح لاي حاجه، لاي حاجه. معروف عن الزوجه بالذات ان هي متفانيه، ان هي اللي بتهتم، وان هي اللي بتراعي البيت وبتراعي الاولاد وبتراعي كل حاجه. لما ما بتلاقيش الحته دي في شريك حياتها بيبقى ايه احساسها من جوه؟ بصي، بتبقى حاسه ان هي يعني هي خلاص بقت بالنسبه له هي بقى الراجل والست في وقت واحد، هو اعتمد عليها، هو بطبيعه الحال هي الست داخله في كل حاجه،
وبتشارك في كل حاجه، وهي فعلا اللي بتبقى بتنزل بقى دلوقتي تجيب السوق وتجيب الخضار وتجيب الحاجه وتعمل حاجات البيت والولاد. بس ده يا ريم انا اسفه هقطع في النقطه دي، النقطه دي بالذات الست تلام فيها، يعني الست هي اللي وصلت نفسها بالزبط للمرحله دي. بالظبط. تيجي تسحب بقى روحها، نبدا ندخل بقى في الصدام الحقيقي، لان انت من الاول انت اتصدرتي الصوره، وبالتالي هو ما شاركش في ابسط، على فكره في ديتيلز بسيطه جدا ممكن يشارك فيها هتبقى مريحه للطرفين، وهو يحس بوجوده وقيمته وكيانه في البيت. لا هو لو انا بشارك قالت له لو اتنقلت له الفكره صح. بالظبط كده. طيب قولي لي يا ريم، انا اسفه يا مريم، قولي لي يا مريم ازاي تعرفي توصلي للي قدامك الحاجه اللي انت عايزاها؟ يعني ازاي احنا عايزين نلغي فكره ان الكتالوج بتاعنا 600 صفحه؟ ازاي دلوقتي مع وجود الوسائل الاتصال الحديثه، مع تغير الزمن، يعني احنا بطبعنا كنا زمان نبقى خجولين نبقى مكسوفين، متهيألي الوضع اختلف دلوقتي عندكم ايه؟ طبعا الوضع اختلف دلوقتي كتير جدا، لانه انا شايفه اصلا ان الستات بيبقى عايزه حاجه صغيره جدا او حاجه بسيطه قوي، بس هي عشان تقولها بتروح قايلاها في كلام كتير وديتيلز كتيره، وتبقى عايزه بتكبر الموضوع قوي بعين الحاجه اللي هي محتاجاها بسيطه جدا بسيطه. طب جدا ده سبب ايه تفتكري؟ ده سبب انه ممكن زمان زي ما حضرتك كنت بتقولي انه دلوقتي بقى في سوشيال ميديا، بقى في ان انا بقدر اكتب اللي انا عايزاه، اكتب رايي، اقوله، اتكلم مع حد، مش شرط فيس تو فيس. الفيس تو فيس حاجه، في ناس كتير عندها مشكله ان هي تتكلم فيس تو فيس بتبقى صعبه، فدلوقتي ممكن السوشيال ميديا او كل وسائل بالظبط بتغني وبتخليني اكتب اللي انا عايزاه او اقدر اقوله واعبر عنه بكذا طريقه. ممكن مسج على الواتساب مثلا، انا عايزه اقول لحد ان انا متضايقه منه، هكتب مسج على الواتساب هقدر اقول فيها كل اللي جوايا اكتر من ان انا اقف في الوش كده. الاي كونتاكت بيبقى صعب ان انا هقولها ازاي، دي سهلت كتير جدا وادت الناس سيلف كونفيدنس في نفسها ان هم يقدروا يعبروا عن كل اللي هم عايزينه، لان انا قلت رايي مره الناس سمعته وادوني كومنتس عليه، فخلاص بقى انا هقدر مره بالظبط كده ان انت تقدري تعبري بطريقه احسن وطريقه ابسط. صح. فدلوقتي خلاص بقيت بقدر، دلوقتي الاجيال دلوقتي بقت اعتقد المشاكل اقل، ان هي بتقدر تقول الحاجه اللي هي عايزاها، انا عايزه عندها طلب مثلا هتطلبه بطريقه دايركت، مش هقعد بقى ادي مقدمات واقعد اقول ديتيلز كتير، خلاص الحاجه بتتقال على طول خلاص. فده سهل ومبقاش يعمل مشاكل. طيب يا ريم نرجع لنقطة السوشيال ميديا، السوشيال ميديا برضو في ناس بتستغلها استغلال خطأ، الجروبز الكتيرة اللي بنشتغل فيها فتاوي وبنشتغل فيها قضاء وبنشتغل، انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ بصي على قد ما السوشيال ميديا في كل حاجة، على قد في كل المجالات، على قد ما هي فيها حاجات ليها بنفيت كتيرة جدا، على قد ما فيها حاجات سيئة جدا جدا. اولا في جروبات فعلا زي ما انت قلتي كده فضفضة، ويدخلوا تلاقي يعني ناس كتيره قوي بمشاكل كتيره، وكل واحده بقى بدات تدي نصيحه، هي اولا ممكن ما تكونش اهل ليها اصلا، اولا انت مش قوير بالقصه كلها، واحنا دايما بنسمع من طرف واحد، فانت عاطفيا بتبقي متحامله وتزودي عليها اللي هي داخله اساسا تفضفضه. يعني هي اصلا داخله زي ما انت قلتي فعلا، هي اصلا داخله تفضفض عشان ده حاجه اساسيه جوانا احنا كدا، ان احنا بنحتاج للفضفضه يعني. بالظبط كده. انا لو ما كنتش امينه في كلامي في الجروب، او ان انا ارد، او ان انا اسمع من الطرفين، او اعرف القصه، فانا مفيش داعي خالص ان انا ادخل اجود او ازود. انا بصراحه ضد خالص هذه الجروبات، لان هي مش بتبقى فيها الامانه الكافيه او الاويرنس الكافي اللي انا محتاجاه، وهي الحقيقه بتقلل مش بتزود خالص. يعني لا روحوا لاهل الذكر، يعني مصبوط. دي حقيقي مصبوط. ده ومش كل واحد، يعني انا ليا قصتي، مش لازم تبقى شبه فلان، مش لازم تبقى شبه حد تاني فيبقى نفس المقياس ونفس الرأي هو، لا ده غلط تماما. مزبوط. انا غير اكس غير واي غير زد، لازم ابقى فاهمه حاجه زي كده. مزبوط. وحياتي محدش هيعرف يحلها غيري. اكيد اكيد. التواصل يا مريم، التواصل ده حاجه اساسيه عندنا، واحنا يعني بيؤخذ علينا ان احنا لما بيبقى عندنا مشكله مثلا زي مريم قالت بنقعد نفضفض ونحكي، بس احنا محتاجين، احنا كست طبيعه الست محتاجه ان هي تتواصل مع الناس. التواصل بالنسبه لك هل اي حد، يعني هل انت مثلا لما بتيجي تحبي عندك مشكله مثلا بتعملي فيها ايه؟ اوكي. هي دي حاجه مهمه جدا، ان في ناس في تايب من الناس هي ممكن تحكي لاي حد اي حاجه، وتروح تحكي لكل الناس اللي هي ممكن تعرفها في حياتها، دي حاجه مضره جدا. انا لازم لما هتكلم مع حد في مشكله، هو في نوعين من الكلام، في نوع من الكلام ان انا بتكلم عشان انا عايزه اتكلم الحاجه دي افضفض كده واقول حاجه جوانا يعني. وخلاص خلصت الحاجه ومش يعني خلاص انا مش عايزه ارد حتى من اللي قدامي، فدي اوكي ان انا ممكن اتكلم فيها مع حد
يعني عادي، بس لو انا عندي مشكله او لو انا محتاجه حل في الحاجه اللي انا بتكلم فيها دي كارثه ان انا اتكلم مع اي حد. انا لازم اتكلم مع حد اول حاجه انا واثقه ان هو هيديني راي صح، واثقه انه هيساعدني، عارفه ان هو عنده اكسبيرينس في الموضوع اللي انا بتكلم فيه فهيقدر يفيدني. لكن انا اروح اتكلم مع اي حد، طب ما انا ما اعرفش هو عاش ايه في حياته، ما اعرفش ايه الاكسبيرينس اللي هو عدى بيها، ما اعرفش رايه ده هيقوله لي عشان هو عايز يساعدني فعلا، ولا رايي عشان هو سمعني عشان انا اضطريت خلاص يعني الموقف اتحط ان هو يسمع فيقول لي اي راي عشان يمشي الكلام، فاروح انا اخد الحاجه اللي هو بيقولها اطبقها في حياتي الدنيا هتحصل مشكله بتتدمر. طبعا. فلا دي مشكله كبيره جدا، الناس لازم تبقى عارفه هي بتحكي لمين بالظبط وبتحكي ايه، والناس دي هتبقى واثقة فيها فعلا ان هيقدر يديني رأي صح ولا لا. ايه رأيك طبعا في الكلام ده يا ريم مع شريك الحياة؟ طبعا انا معاها يعني 100% مع شريك الحياة، خلينا نركز مع شريك الحياة. اكيد انا معاها 100%، لازم اتارجت انا بتكلم مع مين عشان اخد ايه، لازم ابقى هل شريك الحياة بيسمع؟ في نوعين، في نوع بيقعد يسمع لمجرد ان هو عايز يسمع ويخلص ويقول انا سمعت وعملت اللي عليا، عمل اللي علي بالظبط كده، وده كتير جدا وكتير جدا. وفي نوع تاني هو عايز يسمع عشان هو باقي على الشويه اللي باقيين وعايز يحل عايز يكمل، والنوع ده بيبقى حلو جدا وجيد جدا، يبقى الايفورت اللي انا بذلته معاه هو ما راحش هباء، بالعكس ده كده، بالعكس هو كده اداني كواليتي تايم انا محتاجاه ليا ولي لحياتنا يعني عشان نقدر نكمل يعني قدام. لكن النوع اللي صعب جدا هو طبعا اللي هو انا بقعد لمجرد اقعد واكمل العيشه واكمل الحياه واكمل الروتين زي ما هو، وده بالنسبه لي بيبقى حاجه يوزلس خلاص يعني. في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة قال لك ان في طبيعه الراجل بتختلف عن طبيعه الست، وخلينا نمسك في النقطه بتاعه المشكله، ان الراجل لما الست بتحكي له المشكله هو على طول بيروح يبادر بان هو يقول النصيحه، في حين ان الست بتهيالي ما بتبقاش محتاجه حاجه زي كده. فازاي نوصل مع بعض احنا الاثنين لنقطه نتلاقى فيها ونقدر نفهم مع بعض، نفهم بعض؟ بلاش كل واحد فينا يدي امر للتاني، يعني بلاش الحوار يبقى اصل انا قلت فانت عملت، لا طب ما نعمل، طب ايه رايك انت، ايه رايك، وممكن تقولي انت قايله الفكره بتاعتك فهو يقول اوكي، غير لما تقولي لا انا بقول ان احنا نعمل كذا. بلاش صيغه التوجيه، طريقه بصي بتبقى هو حاسس ان هو الطفل من ضمن الاطفال اللي معاها في البيت، لا هو في الاول كان ليه الاهتمام وليه الحب، واحنا بنرجع نلوم على روحنا ليه، لان احنا في الاول قبل اي ريليشن بنقول ايه، انا محتاجه منك كذا، انا هي الكلمه دي على فكره هو بيبقى محتاجها على طول، طبعا انت اللي تقدر تعمل كذا، طب انا قلت اكلمك قبل ما اعمل عشان اللي هتقولي عليه، عارفه الصيغه اللطيفه او الصيغه ان هو لا انت المحور، بلاش ابقى انا المحور، لان انا بطبيعه الحال تحولت بعد الزواج بعد المسؤوليات والاطفال والبتاع، فانا تحولت بقيت دراكولا بقى، لا ارجعي بقى خليكي البنوته اللي تعرف عليها في الاول بالظبط كده، هتهندلي معاه لو هو بيستجيب. انا بقول كل ده في ايه، في حد عايز يستثمر الاتصال ما بين الطرفين بالزبط. اتصال طبيعي يعني. والاثنين عاوزين بالظبط، لكن لو واحد هو مش عايز وفي الكورنر لا بتاعه، دي دي بتبقى هتفكري مره هتعملي اللي عليكي مره واتنين وتلاته، بس بعد كده كات شورت لازم تبقي واخده قرار. بالظبط. طب قولي لي يا مريم، ريم هنا قالت ان انا لازم احسس الطرف اللي قدامي ان انا محتاجه له، ان انت الشخص اللي بيقدر يساعدني في الحاجات دي، مع برضو نزول البنت للشغل دلوقتي ومع المشغوليات ان هي ممكن تبقى في شغلها واخده ليفل عالي مثلا او في تحت ايدها مسؤوليات كبيره قوي، هل مازال الاحساس ده موجود؟ يعني هو موجود وبس اختلف شويه. ازاي دلوقتي البنات بنسبة كبيرة قوي بدأوا يهتموا، انا عايزة اشتغل، عايزة اعمل الكارير بتاعي، انا عايزة يكون ليا مكانة في بين الناس وفي المجتمع، فدلوقتي البنت بتبدأ تركز في شغلها وانه انا عايزة ابني نفسي واطور من نفسي وكل الكلام ده، بس من الناحية التانية برضو بتكون محتاجة ان يكون في راجل في حياتها هو يقدر يسابورت ويدعم. فلو الراجل هنا دوره مش هيكون بارتنر ليها يقدر يسابورت يديفلوب يديها كل النصايح ان هي تكون احسن، هيكون هنا دوره بس يا مريم احنا مش كده بنعلي سقف توقعاتنا في الشخص، لان هو ممكن يكون هو مثلا من سنك متخرج معاكي مثلا في نفس الدفعه، واجه الحياه بنفس الطريقه اللي انت واجهتيها، لما انا اعلي سقف توقعاتي فيه وبعد كده في النهايه الاقيه مش زي ما انا متوقعه هتصدم. طبعا دي مشكله كبيره جدا، الهاي اكسبكتيشن عند البنات، البنات بيحطوا هاي اكسبكتيشنز رهيبه في كل حاجه، في طريقه التعامل، في شغله، في ان هو يهتم، بان هو يعمل اي حاجه معاها، بتبقى متوقعه حاجات
عالية جدا. بعد كده تبدأ مع مرور الحياة، مع مرور الوقت أكيد بتختلف، مش بنفضل ماشيين بنفس اللاين اللي احنا فيه، فبتختلف. فأنا نفسي إن البنات ما تفضلش تحط هاي اكسبكتيشنز رهيبة، لا نبقى فاهمين بعض، فاهمين إن الحياة بتغير في أوقات احنا نفسنا، احنا كبنات ما احنا بنتشغل، ما احنا ممكن أكيد. نختفي فترة في شغلنا عن صحابنا وعن أهلنا أكيد. وعن الناس اللي حوالينا، بس لما نيجي نرجع للناس نقول لهم والله احنا كان عندنا 1 2 3، فبنبقى عايزين ناس تقدرنا، حتة التقدير بالظبط. زي ما انا عايزه اللي قدامي يقدرني، انا كمان احط نفسي مكانه، ما هو كمان محتاج تقدير بالظبط. زي ما انا محتاجه حاجه هو كمان محتاجها، ما بصش للموضوع من وجهه نظري انا بس او من احتياجاتي انا بس بالظبط. زي ما انا محتاجه حاجات هو كمان محتاج حاجات. طيب يا ريم، بعد فتره من الجواز زي ما مريم قالت، حته التقدير وحته احتياجاتنا وحته الاكسبكتيشن اللي انا كنت حطاها في الاول لي، هل الوضع بيختلف مع مرور الوقت؟ طبعا مع مرور الوقت بقى ايه، انت قبلها تقدير والاحترام، بعد كده الحياة نفسها فرضت عليكي مسؤوليات وأولاد وشغل وشغلك وشغله، وإزاي بقى ننظم بيتنا وإزاي بقى عشان ولادنا نرجع، طبعا بتختلف تماما. بيبدأ بقى في حاجات تاني خالص، إن احنا نشارك، إن احنا نعمل حاجة، إن احنا نغير الروتين، ان احنا نعمل حاجه لولادنا. بتبقى صوره الجواز المثاليه في الاول والطرحه والسفر بالظبط، ده احلام حلمها وخلاص خدت وقتها وزي الفل جميل، حطينا على ارض الواقع. بصي يا ماما، دايما لكل حاجه وقت، يعني كل حاجه في وقتها حلو بالظبط. وقت قبل الخطوبه، وقت الخطوبه، وقت الجواز، وقت الاحلام الحلم، تمام زي الفل، بس خلاص بقى في امر واقع، في حياه، في حياه بالظبط كده، في طباع مختلفه تلاقت بقى بالظبط كده. فاحنا بقى نحلي الحياه دي، نعمل ايس بريك لحياتنا، لو احنا حسينا ان احنا في دوامه شغل وروتين وملل، نسافر سفرية كويسة، نروح مع أولادنا، نعمل حاجة جديدة، يعني نعمل أفكار، يعني نعمل، لازم نكسر الروتين اللي احنا طب فيه. طب يا ريم، الرجل بيتهم الزوجة أو الزوج بيتهم الزوجة إن هي في الفترة دي بتبقى اتشغلت ليه؟ حقيقي. لان هي بيبقى عندها، طبعا بيبقى عندها حاجات كتير جدا جدا، ممكن هي تبقى بتشتغل ومطلوب منها اداء معين في شغلها، الكارير بتاعها بتدور عليه، ممكن يبقى الولاد مثلا في السن ده بيبقى في سن مراهقه، محتاجه ان انت تبقي مركزه جدا جدا معاهم، بيلاقيه ان برضو نفس الحكايه ريم، ان هو بيلاقيكي الصوره اللي كان حاططها لك برضو في الاول مثلا اختلفت، برضو ازاي نوصل لحته ان نقدر بعض ونوصل لحاجه نعدي بيها، لان بتبقى في ازمه في الوقت ده. ده حقيقي، وده على فكره، وده فيه عيب في ستات كتيره جدا، ده حقيقي. واحنا لازم فعلا لو احنا بنشتكي بقى من قله الاهتمام، لازم انا ارجع لنفسي في الاول، هو انا وصلنا ما هو استحاله يبقى طرف واحد طبعا. انت مضغوطه وتعبانه، بس خلي ليكي وقتك، خلي ليكي الوقت بتاعك وبتاعه، ده لازم يبقى شيء مقدس، زي ما انت لاقيه وقت لشغل واولاد وكارير باثوي، برضه لازم يبقى ليكي حياتك ان انت عايزه ترفعيها وتبقى حياه جيده او سعيده، او ان انت تستمري، سيبي السبيس ده بينك وبينه وحاولي. والله انت انشغلتي، هو هيبدا يشد او يتهمك، خلاص امشي معاه. نفس الكلام، هو انشغل وانت بتتهميه بقى ان هو انشغل، اسحبيه، حاولي تبقي شاطره او سمارت في تعاملك معاه، ازاي تتارجتي اللي انت عايزاه، وازاي تخلي انا انشغلت، لا ده من قبل ما هو يطلب، لا انا انشغلت، لا طب تعالى بقى، تعالى نتكلم، طب ايه رايك، شوفي بقى عنده استعداد، تمام جو اون، ليه لا، دي حاجه ليكي هيلثي جدا بالظبط. هي كان الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما كنا بنتكلم على المساحه الشخصيه، ففي استاذ محمد يحيى كان ضيف معانا، قال لنا ان الراجل لما بيبقى عنده مشكله بيدخل جوه الكهف بتاعه، فبيبقى رافض تماما اي نوع من انواع التواصل. انت بقى كست، انا سمعت رايه، يعني سمعت رايه هو كزوج ان هو عايز الست تعمل ايه، انت بقى كست وكزوجه تقدري تعالجي الموضوع ده ازاي؟ في نوعين من الستات بصراحه، في ست لا لازم اعرف دلوقتي، وده غلط جدا، ده فيتال مستيك. لا مش لازم تعرفي دلوقتي، اهدي مش هخرج، اهدي خليه شويه، لازم، لان الوقت ده انا احيانا ببقى محتاجاه مع نفسي، انا عايزه ابقى مع نفسي، ايه المشكله؟ سيبيه شويه، اديله وقته، اديله مساحته اللي هو يهدى فيها، احنا مش عايزين اكتر من هو يهدى ويحس ان هو لا الراجل انا احترمت فيه القصه دي، هو عايز يقعد مع نفسه. انت مع العشره، انت سمارت انف ان انت تعرفي تدخلي له منين، هنبدا بقى نطلعه، ما احنا مش هنسيبه، افرض الموضوع زود او طول، لا يعني لازم وقفه بقى. ايه رايك يا مريم في الكلام ده؟ يعني انا شايفه انه اعتقد الست الشاطره ان هي تقدر، هي حافظه خلاص، هي حفظت جوزها وعارفه بتتعامل معاه ازاي، فاكيد في مدخل هتعرف تدخله منه، حاجه هو بيحبها، حاجه هو بيحب يشوفها فيها، بيحب ان هي تعملها، تبدا تعمل الحاجات دي. على فكره ده فعلا كان كلام استاذ محمد، ان هو ان هي الست الذكيه
نفس الكلام اللي انت بالظبط قلتيه كده، ده. فهي بتبدا تجراب اتنشن ليها تاني. لما هو لما هيلاقوا الزوجه ممله وبتعمل نفس الروتين خلاص هيزهق ومش هيحاول يطلع من البوكس اللي هو دخل فيه، فهو هيفضل قاعد مكانه. لكن لو لقى ان في تطور، في حاجه كده بتحصل بتجراب اتنشن ليها تاني وبتبدا ترجعه ليها تاني، هيبدا واحده واحده يرجع ويقول لا انا مثلا كنت شايف الموضوع بطريقه غلط، او المشاكل اللي انا فيها مش مستاهله ان انا ابعد عن زوجتي وعن اولادي. فهيبدا واحده واحده يرجع والموضوع هيبدا يمشي سموث تاني عادي جدا. طيب عايزه اسالك سؤال بس عايزاكي تجاوبيني بصراحه فيه. البنت لو لقت نفسها في شغلها اوكي وحققت الكارير بتاعها ولقت نفسها متفوقه في شغلها وبتحقق العائد المادي اللي بيخليها تبقى مستقله ماديا وعندها الحريه ان هي تقدر تسافر وتروح وتيجي، هل بتبقى محتاجه لراجل في حياتها؟ طيب دي نقطه صعبه especially في المجتمع بتاعنا. بالظبط. في بنات كتير قوي بتبدأ خلاص هي بتخلص جامعتها بتشتغل بتبدأ تبني الكارير بتاعها، بتبني نفسها، بتبدأ نفسها بتتطور أسرع من الناس كمان اللي حواليها واللي هي تعرفها. فأنا شايفة إن البنت لو بدأت تعمل كده ونجحت ووصلت لحاجات كتيرة، لو الراجل هيجي هيبدأ يوقع ده أو هيخليها ما تكملش في اللي هي بتعمله أو توصل وتحقق نفسها ويبقى سبورت ليها ويبقى بارتنر، هيبقى دوره هيبقى عكس كده، فكل اللي هي قعدت سنين تبنيه او كل اللي قعدت تعمله هيقع تاني. فده هيكون بالنسبه لها طب انا عملت في نفسي كده محبط. ليه؟ بالظبط. هتبقى هنا ما اظنش ان الحياه ما بينهم هتكون سهله. فلو هي ما قدرتش تلاقي الحد اللي يديها سبورت ويكون معاها ستيب باي ستيب ويشجعها ويمشوا هما الاثنين طريق واحد يكملوه مع بعض، عشان هما الاثنين في الاخر هيبقوا حاجه واحده، فاعتقد انه بنات كتير هترفض وجود حد. صح. نجاح الزوجة يا ريم، نجاح الزوجة في شغلها بيمثل ايه بالنسبة للراجل؟ ورد فعل الراجل في النقطة دي ايه؟ نجاح الزوجة في شغلها، يعني انا دلوقتي انا مثلا واحدة ناجحة في شغلي، في رجالة بتبص للنقطة دي بغيرة بغيرة ده حقيقي، وفي رجالة تانية بتدعم ده بتدعم حقيقي. وتعمل سبورت. انت بالنسبة لك الراجل المفروض ايه اللي يقدر يقدمه للست في الوقت ده، وخصوصا ان الموضوع ما بيبقاش سهل لان بيبقى فيه مسؤوليه تانية عليها؟ يعني الدعم، هرجع واقول المشاركه والاهتمام والدعم، هما دول اساس كل حاجه. انا والله ناجحه وكويسه بس ما اثرش بقى على حاجات تانية، هو دي ممكن برضو بتخلق مشاكل يا اميمه. انا لو انا ناجحه وكويسه اعرف ازاي اخليه ما يغيرش، هو انا ناجحه بيك فانت عشان انت دايما معايا، عشان انت موفر لي حاجات تانية، عشان انت سبورت ليا في حاجات تانية. على فكره هي الحكمه هي اكتر حاجه في الموضوع ده. بالظبط كده، السلام والحكمه والذكاء في التعامل دي اهم حاجه. انت برضو تدي له قدره. بالظبط كده، هو النجاح ده عشانك انت، عشان انت سمحت بالسبيس ده ليا، عشان انت سمحت بالوقت ده بره البيت، او انت سمحت بالوقت ده انه ما يبقاش للبيت وللولاد. على فكره هو يقدر جدا على حاجه زي كده، لما ابقى بشتغل 7 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات بره وهو مقدر حاجه زي كده. طبيعي انه مره يزهق او مره يتضايق او مره يتكلم، ده طبيعي. لكن ان هو يخليني وجو انه مش متعسف معايا، لا، في رجاله بتقول لا اقعدي مش عايز الكلام ده، فدي حاجه ليه ما يقدرش عليها؟ لا طبعا بالزبط. بيقدر عليها جدا ويساعد جدا. فيها وبيبقى اكبر داعم. فالمقابل ان انا اقول له ايه، والله نجاحي ده بسببك، بسببك انا صح. ما كانش هينفع بالقدر اللي هو لان ده حقه محتاجه. ساعتها صح لان هو برده هو اكيد في حاجات كتير بنبقى مقصرين فيها ده حقيقي، ده حقيقي وده بيحصل وده الواقع، فاديله طب قدره. قولي لي يا ريم في عجاله كده انتوا الاثنين في كلمة واحدة، الستات عايزة ايه؟ اهتمام. اهتمام وسبورت. هو الاهتمام، يعني الاهتمام ده مطلب من الناس كلها، وانا شايفة ان ده مش كتير على ادم ان هو يدي الاهتمام ده لشريكة حياته، لبنته، لاخته، لامه، لاني انا حاسة ان مهما عملنا مهما عملنا احنا ما زلنا، مهما نجحنا، مهما تفوقنا، مهما بقينا في اعلى المراتب، احنا ما زلنا محتاجين دعم ادم لينا ووجوده في حياتنا، وان احنا صح. نسمع الكلمه الحلوه منه. احنا مطالبنا بسيطه جدا بسيطه جدا، مش محتاجين كتالوج ولا عزيزي حاجه. ادم اعتقد بعد الكلام اللي احنا قلناه ده الموضوع بسيط جدا جدا جدا، وبيتلخص في الاهتمام والمشاركه والحب. انا سعيده النهارده ان انا استضفتكم معايا، وان شاء الله يا رب نتقابل دايما في ايام حلوه كتير جدا. شرفتوني واشوفكم دايما على خير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين يا رب تكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله، ونتقابل تاني باذن الله في حلقات كتير من برنامج ايامنا الحلوه.